معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ يفتتح أعمال منتدى صناعة الترفيه وسط حضور أصحاب السمو والمعالي ورواد الترفيه العالميين. برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه انطلق صبيحة اليوم منتدى صناعة الترفيه، والذي يسلط الضوء على مسيرة ومستقبل الترفيه في المملكة العربية السعودية. ما شاهدته في هذه الفعالية يدعو إلى الفخر والاعتزاز. هذا هو وطني، هذا هو شعبي، هذا هو الشعب العربي، شعب المملكة العربية السعودية، هذا الشعب الكريم الذي ينضح بكل الإباء وكل الكرم وكل القيم الإنسانية والوطنية. منذ اللحظة التي وصلت بها إلى أرض المطار في الرياض، مجموعة من الشباب الرائعين، كتلة نشاط وحيوية وطاقة إيجابية، فتيات وشبان من المملكة العربية السعودية، واجهة حضارية، علم، ثقافة، طريقة استقبال، تنظيم، ترتيب. دعم القطاع الخاص في مجال الترفيه والإسهام في رفع نسبة الاستثمار وزيادة التفاعل مع المشاريع التنموية العملاقة كانت هي المباحث التي تناولها المنتدى من خلال عشرات المتحدثين الدوليين على مدار يومين متتاليين.